السلام عليكم إخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كنتمنى منكم أنكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتخطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم معلومة جديدة، فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غنهضر لكم على واحد المكمل غذائي. هذا المكمل الغذائي اللي هو عبارة عن فيتامين اللي كيساعد الناس اللي كيحسوا دائما بالإرهاق والعياء. الدواء المكمل الغذائي اللي الاسم التجاري ديالو هو اسيغولا فيتامين سي، يعني ناتشورال طبيعي. هو عباره عن يعني فيتامين طبيعي كيساعد الناس اللي كيدوزوا ديما نهارهم يعني فيهم الارهاق وفيهم يعني التوتر بزاف د الحوايج. هاد اسيغولا هذا فيتامين سي طبيعي كيخليك دوز النهار ديالك ناشط مزيان وما كيبقاش عندك داك الارهاق وداك التوتر، وكتحس براسك يعني كيعطي الجسم ديالك واحد الطاقه، كتحس بانك يعني طبيعي، يعني الجسم ديالك نشيط. ونظرا يعني الغياب ديال فيتامين سي افيرفيسو اللي كتعرفوها كتباع في الفارماسي، هذيك حاليا مقطوعه في الفارماسي. انا كنصحكم انا اليوم انكم تستعملوا هاد اسيغولا فيتامين سي، راها طبيعيه ناتشورال 100%، يعني فعاله وزوينه، كتعطي حتى للضروره، كتعطي للجسم واحد القوه، وحتى المناعة هي كتزيد قوة المناعة نظرا لها الكوفيد. هذه راه كيستعملوها الناس بزاف وكياخذوها، لهذا انا اليوم جيت نهضر لكم عليها. طريقة الاستعمال ديالها سهلة جدا، هي عبارة عن بومبو، يعني مثل يعني كتمص، يعني ما كتسرط ما والو، هي كتدار في الفم مثل لي بومبو، كتبقى تمصيها في الفم ديالك. طريقة الاستعمال ديالها يعني ابتداء من 6 سنوات كتعطي حبة، نصف حبة. اما من 12 يعني من 15 سنه، من 12 حتى 15 يمكن ياخذوا حبه، ومن 15 حتى الفوق يمكن ياخذوا 3 حبات في اليوم. راه زوينه وفعاله، يعني بالتجريب الناس كياخذوها بكثره. ترجع لك الشم ولا باقي؟ نظرا للكوفيد هذا الناس كيستعملوها، يعني لانها كتقوي المناعه وكتعطي للجسم واحد النشاط واحد الحيويه. والثمن ديالها راه كدير 150 درهم في الفارماسي، وفي بارا فارماسي كدير شي 110 درهم. وانا كنصحكم انكم تاخذوها من بارا فارماسي باش ما تجيكمش غاليه، راه موجوده في جميع الصيدليات والبارا فارماسي. يعني هي راه فعاله وزوينه، يعني طبيعيه 100%. مهم انا جيت اليوم نهضر لكم عليها ونصحكم بها، لانها كتباع في الفارماسي بزاف نظرا لغياب فيتامين سي الاخر. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. واللي عنده شي سؤال ولا شي تساؤل يخلي لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. وشكرا، والى فيديو اخر ان شاء الله.